السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد من قناة ذا ليجند جيمرز. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده، والله يتقبل صيامنا وقيامنا. طبعا يا شباب، راح نبقى على قاعدتنا اللي هي كل مقاطع ان شاء الله بدون اغاني او اي نوع من انواع الموسيقى. اوكي يا شباب، في هذا المقطع بما انه عيد، والعيد لازم معاه ايش يا عيال؟ الطراطيع يا حبيبي. طبعا يا شباب، جيت اليوم زيارة عند السلازار، هو طبعا عازمني ومضبطين القهوة والعلوم الطيبة، فعشان كذا يا شباب نبغى نطر. اوكي يا شباب، طبعا عندنا اكثر من نوع من الطلاطي يا شباب. عندنا هذا الكمثرة، طبعا هذا البيج بوس، طبعا بنسوي طول الوقت هذا عشان انكم عارفين السبب. طيب ونجرب الانواع الثانية بعدين. السلام عليكم. هيا الله التاجر، تبغى ترطيع يا حبيبي؟ تعال اصبر، خلينا نطرطع له هذا يا عيال، يستاهل يستاهل. ومن الان اوكي، ايش فيك ايش فيك يا اخ ترى؟ اوكي شباب، شكله ما يحب الطرطية، ما ادري ايش فيه. اوكي شباب، خلونا نروح. توقع توقع انه في هنا ناس يبغون يطرطعون يطرطعون يطرطعون. اوه ما شاء الله، هذا الذبيحة يعني ولا كيف؟ اوكي قاعدين يغنون شباب، اسمع الشيلات. طيب يا شباب، السلام عليكم. اوه شيخ القبيلة، السلام عليكم. ومن العايدين ومن الفاي. طيب اصبروا، هذا الاول اعطينا كمذرة. اصبروا، تعالوا تعالوا شباب، عندي ترطيع، تعالوا 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 تعالوا. ايش هذا الترطيع علي ذا؟ ما اسهل الترطيع علي انا، بس الترطيع ولد بدون مزح يد، مزح يد انا ما احبه. طيب يا شباب، خلونا نعطيهم نوع ثاني من الطراطي. طبعا يا شباب، هذا النوع اللي هو الفراشة. شو تعرفون الفراشة ذاك؟ ولا اقول لكم جواب، اصبر بعطيهم شيء تعرفون شباب، الثوم ذاك اللي كنت ترميه. طبعا يا شباب لازم تعطيه ثوم يا اخي. ابلعته لا. اوه يا شباب، في ثوم، في ثوم ثاني. اصبر يا شباب، في ثوم ثاني، لازم شيء تبد بالخفيف. تعال خذ هذا الثوم يا حبيبي، روق عليه. مزح اليد قلنا من. طيب يا شباب، خلونا ناخذ الشوكولاتة السعيد. بسم الله. طيب بما انه ذا ما يحب الثوم، خلنا يعطيه يا حبيبي شو اسمه ذيك فراشه. فراشه طيب، ذا اتوقع انه يحب فراشه مره، عشان كذا تستاهل يا حبيبي حبه فراشه. اصبر، اوه ماي جاد. طيب شوف هنا في شكله كمثرى مدبل هنا يا شباب. اصبر تعال تعال، تبغى كمثرى؟ تحب الكمثرى؟ خذ كمثرى يا شباب. هنا واحد مره يحب الكمثرى، ما ادري وين. اوكي ايش في ذا؟ صلى على النبي. اصبر ولا تزعل ولا تزعل، اصبر بنعطيه يا عيال. هذا شو اسمه؟ نجم الليل، ما ادري ايش امه. هذه شباب ما تعدي، هذه ترطيات مسالمه. خذ نجم الليل ولا تزعل ولا تزعل، اصبر مزح اليد. لا والله شوف الترطيع، الله الله والله مسالم. اوه زلت رجلي. خلونا نروح شباب نسعد الناس ثانيين، خلاص ذول اسعدناهم من فيك. اوه اصبر اصبر قبل ما نروح شباب، خلونا نودع هذا، يقولون انك تحب الكمثرى. اصبر هنا ايه ده، تبغى انت بزهين بالترطيع. اوكي شباب، في هنا واحد حاب اعطيه عيديه كذا، لازم اعطيه عيديه يا شباب بما اني مره احبه مره. ايوه شوف الله صرصاره، تعال تعال بعطيك عيديه تعال. ايوه شوف الله الله، ليش ليش تسوي كذا؟ تبغى عيديه بقوه هذا؟ اصبر لا لا اصبر. طيب يا شباب، بما اننا استخدمنا اغلب طراطيع، انا باقي هنا ترطع كذا، ترطع قويه يا شباب. اوكي تعرفون السبب؟ تعرف ذاك القرد اللي كذا بوم بوم؟ هذا هي نفسها، بس ترى بدون القرد، لانه احنا يعني جديد حديث حديث مالك. هذا ترطع لك، طلعنا. اوه ماي، هذا مات، ما قصدي هذا اغمى عليه. الله يهديك، اصبر اصبر، يبغى ترطع ثاني شكله، ما عجبته الاولى. معليش معليش. اوكي شباب، ترطعنا لهم ونسناهم. اتمنى اتمنى يا شباب ان اسعدتهم، اتمنى. اوكي شباب، هنا في واحد مره اتوقع انه يقول انا متحمس يا اخي بلعب وليد في الطراطيع. وليد متى تجي؟ لازم، هذا يبغى كمثرى يا عيال، يحب الكمثرى، يقول لي وليد مره احب الكمثرى. لازم شباب نخليه يسعد. طبعا انت، انا بسعدك خلف الكواليس. اوكي شباب، شايفين ذي النوعيات؟ ذي النوعيات شباب تحب مره الطراطيع، شايفين؟ خاصة الكمثرى. من كذا كل عام وانتم بخير. اوكي شباب، هنا في واحد مرة ابغى اسعد يا شباب، ابغى اسعد يا اخي باللي عندي. حي الله الرجال الطيب. طيب طيب معك الحين نسعد. صلى على النبي صلى على النبي. اوكي يا شباب،
اصبر شوف هنا واحد كنه لحقني. تبغى ترطها تبغى ترطها يا اخي قولي من اول لا تفتحين يا اخي. اوكي شباب هنا هذا اللي مره متحمس يبغى الطلاطيع من كذا خلوا اللب طلبه. تعال يا قلبي وكل عام وانت بخير يا الله الله يهديه. شباب اغمى عليه من الفرح ما ادري ايش صار له. وش خلونا نعيد الباب حتى ما في اي شيء يضر. طبعا يا شباب بعد ما عيدنا الباب شوف كيف ما شاء الله الابتسامه الابتسامه شقت وجهه. اوه ماي جاد يبغى يديه ثاني ذا يا شباب. بعدين نطلع مع خلف كولي. الله اشلي تبغى ترطع كيف شكله ما تبغى. اتمنى يا شباب اني اسعدتهم باللي اقدر عليه. شباب اتمنى اني اسعدتهم. والله شباب كنت وصلت مقطع كان معكم وليد من قناة دريشن جيمرز ومع السلامة.